انا قاتل الصف قمه دها غير قمه غير قمه الوقت ايه صفاش حيدوا ما ينتزعوا عصيدة وتشجيعها للرياضة لسفيان العزيز من قلعة مكونة بفوزه بالمرتبة الأولى. برافو برافو سيد صحة سيد 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 سفيان العزيز من قلعة مكونة يفوز بالنسخة السابعة في Спасибо.
Thank you.
على خط الوصول هذا عمل جبار جدا تشكر عليه جمعية أيتحيا وجميع الجمعيات على الصعيد الإقليمي. من هذا المنبر نشكر ونتمنى لهم حظا موفقا في مسيرتهم الرياضية ونهيب بجميع المؤسسات الرياضية والمتدخلين في القطاع تقديم الدعم اللازم لجميع الجمعيات والمبادرات الرياضية بالإقليم. فهناك فعلا مواهب تستحق التشجيع، نتمنى أن تلقى نداءاتنا أذانا صاغيا لدى جميع الهيئات المهتمة بالرياضة، خاصة خلق منشآت رياضية محلية.
كما أشكر كذلك باسم الجمعية شركة أوديتاكس للمحاسبة برئاسة أخلو، كما أشكر أساتذة التربية البدنية وجميع الشركاء. فريق إغرمان للرياضة كما تعلمون فقد شارك في البطولة الإقليمية التي نظمت مؤخرا في مدينة تنغير، وقد دخل في الصف الثالث لليافعين. فريق إغرمان لكرة القدم لليافعين، تصفيقات حرة للجمهور، حارس الإمير تصفيقات في شرن بنيقر وسكرات الإقليم تنغير، لعب ديت بومال ديت القلعة، شرف أنت مزير نوليف، الجمعية تردس نتيات الجائزة شهادة تقديرية اعترافا للمجهودات نيقر باش تبين المنطقة نوليف. يسلمها السيد مدير دار الشباب بمركز أنيف فليتفضل مشكورا. السيد مدير دار الطالب يسلم لعميد الفريق، يسلم لعميد الفريق شهادة تقديرية وصورة جماعية للفريق. كأس شهادة تقديرية والكأس تسلمها عميد الفريق. عميد الفريق يتسلم الكأس. تصفيقات الجمهور شكرا لكم. تصفيقات حارة صورة تذكارية للفريق مع العداء الدولي عبد الرحمن ركوش من وجليم. مباشرة نمر إلى الفقرة الثانية والمتعلقة بتوزيع شهادة تقديرية على المساهمين في إنجاح هذا العرس. ونادي على السيد رئيس جماعة النيف، عفوا ونادي على السيد رئيس جماعة النيف. كما أنادي على السيد رئيس دائرة النيف لتسليم الشهادة. شهادة تقديرية لجماعة النيف تقديرا لجهودها ولدعمها للرياضة. صورة تذكارية، صورة تذكارية بالمناسبة. شكرا جزيلا، اصحوا الراحة. أستغل الفرصة وأتمن وألتمس مزيدا من الدعم ودعم الرياضة والرياضيين. أنادي على السيد مدير قصبة ميتيوريت، السيد مدير فندق قصبة ميتيوريت بن عوش. ونادي على السيد لتسليم الشهادة، ونادي على السيد قائد قيادة النيف ليسلم له الشهادة. إبراهيم بن عوش مدير القصبة ميتيوريت
لم يبخل في دعم المبادرات الجمعوية بالمنطقة. الشكر موصول له ولجميع الأطر العاملة. سيد قائد قيادة عنيف نسلم له الشهادة التقديرية اعترافا بالمجهودات المبذولة في إنجاح هذا العرس الرياضي. ونادي كذلك على السيد رئيس فيدراليات الجمعيات التنموية بمنطقة عنيف فليتفضل مشكورا. السيد رئيس فيدرالية الجمعيات التنموية بمنطقة عنيف. وأنادي كذلك على رئيس جماعة عنيف ليسلم له الشهادة فليتفضل مشكورين. السيد رئيس فيدرالية الجمعيات التنموية. أذكر فقط أن الفيدرالية أو فيدرالية الجمعيات التنموية بمنطقة عنيف تتألف من أزيد من 54 إطارا جمعويا بالمنطقة، وتهتم بجميع المبادرات التنموية الترافعية بالمنطقة. ليسلم له الشهادة شهادة تقديرية من رئيس الجمعية إلى رئيس فرع الهلال الأحمر المغربي فرع عنيف. تصفيقات حارة. ونادي على السيد مدير دار الشباب السيد أحمد عوش سيتفضل مشكورا ليسلم شهادة تقديرية لجمعية الرق. أذكر أن جمعية الرق في شخص السيد العقيد محمد سيتسلم الشهادة التقديرية اعترافا على المجهودات التي قامت بها الجمعية لدعم هذه التظاهرة الرياضية. شهادة تقديرية اعترافا بالمجهودات وصورة تذكارية. ونادي على شركة AML لوكاسيون وأنادي على سعيد الرزوق في شخص مسير الشركة. أذكر أن شركة AML الرزوق. ونادي على السيد قائد الدرك الملكي بمركز عنيف فليتفضل مشكورا. أذكر أن شركة AML لوكاسيون تتواجد بمدينة خنيفرة وهي رائدة في كراء السيارات والشاحنات، وأذكر أن أصلها من مركز أشبارو جماعة عنيف. قائد مركز الدرك الملكي بعنيف يتفضل ويسلم الشهادة للسيد سعيد الرزوق. شهادة تقديرية صورة تذكارية. أودي تاكس أخلو عبد السلام ممثل شركة أودي تاكس، ممثل عن شركة أودي تاكس أخلو عبد السلام شركة أخلو أودي تاكس أخلو عبد السلام ممثل شركة أودي تاكس، ممثل عن شركة أودي تاكس أخلو عبد السلام شركة أخلو. ونادي على ممثل جمعية تسور ليسلم له الشهادة التقديرية. ممثل على جمعية تسور شركة أودي تاكس الرائدة في مجال المحاسبة في الدار البيضاء لمالكها أخلو عبد السلام ابن منطقة عنيف. موقع زيزدرا. ونادي على السيد هشام المربوح الرائد في الإعلام التواصلي والإعلام البديل بالجنوب الشرقي. زيزدرا إحدى المواقع المرموقة بمنطقة عنيف، يقدم أخبار آنية، تغطيات، برامج، ريبورتاجات. لعلكم من متابعي تدوينات موقع زيزدرا. ونادي على السيد عبد الرحمن الكوش ليسلم له الشهادة. عبد الرحمن الكوش كما تعلمون عبد الرحمن الكوش ابن مدينة أو دوار وكليم إقليم تنغير، شارك في عدة تظاهرات دولية، أقول دولية، شارك في سباق أمستردام، شارك في سباق لندن، شارك في سباق برشلونة. لقد رفع الراية الوطنية عاليا في المحافل الدولية الرياضية. نتمنى دائما دعم مثل هذه المبادرات. أرشكار الكوش عبد الرحمن في دوار وكليم. إذا تشارك بأهلي المناسبات، يشارك الماراثون أمستردام، يشارك الماراثون لندن،
يشارك الماراثون برشلونه اسبانيا. يعني انت حققوا الالقاب محليه جاويه الاصفر اصفار وكاله الاصفار تيزي، شركه وكاله الاصفار تيزي او من يمثلها محمد بن عدي سيتسلم الشهاده بالنيابه عنهم. وانادي على المستشار الجماعي الحسن بن صغير ليسلم الشهاده التقديريه. المستشار الحسن بن صغير اكبر المستشارين سنا بالمجلس الجماعي الحالي سيتفضل بتسليم الشهاده التقديريه ل صورة تذكارية مع السيد الحسن بن صغير، شهادة تقديرية لجمعية أبطال النيف للتايكواندو الذين تحفون بلوحات فنية رياضية رائعة رائعة في الجمال، إنما تنم عن حنكة المعطرين ورغبتهم في خلق مواهب رياضية. يسلم الشهادة السيد محمد عدي وصخوف الغني عن التعريف بالمنطقة. شكرا. شهادة تقديرية للمجلس الإقليمي للسياحة بتلغير. أذكر أن هذه المناسبات تلعب دورا في الترويج الإعلامي والسياحي لمنطقة النيف، فمثل هذه التظاهرات ما عسانا إلا أن نثمنها ونشكر جميع الواقفين والقيمين عليها، فهي تعطي صورة إيجابية على المنطقة رغم الإكراهات ورغم كل شيء. فجائزة المرتبة الثالثة صنف الذكور كيلومتر ونصف، ونادي على السيد عزة الفطومي حمزة الفطومي الذي دخل في الصف الثالث صنف كيلومتر ونصف. الميدالية النحاسية الجائزة تصفيقات على الجمهور. على السيد يوسف بن يوسف، وأنادي كذلك على سفيان العزيز. يوسف بن يوسف دخل في الصف الثاني، تفضل. يوسف العزيز الذي دخل في الصف الأول. ونادي على السيد رئيس جماعة النيف وقائد قيادة النيف ليتفضل مشكورين. اللي السيد رئيس الجماعة يسلم الجائزة للمرتبة الثانية. رئيس جماعة النيف يسلم الميدالية والجائزة. قائد قيادة النيف يسلم الشهادة والجائزة للحاصل على الصف الأول السيد سفيان العزيز. صورة تذكارية مع الفائزين بالمراتب. عبد الرحمن الكوش. صورة تذكارية. مريم أعتو دخلت في الصف الثالث صنف الإناث كيلومتر ونصف. يسلمها أنادي على مدير قصبة ميتيوريد، وأنادي على رئيس فيدرالية الجمعية النموية بأنيف، وأنادي على مدير دار الشباب. أذكر أن مريم أعتو دخلت في الصف الثالث صنف إناث كيلومتر ونصف، ودخلت يسرى الأنصاري في الصف الثاني كيلومتر ونصف دائما، ودخلت في الصف الأول آية الزموري في صنف كيلومتر ونصف. مراحل تسليم الشواهد والجوائز على الفائزات بالمراتب الثلاثة الأولى بهذا السباق الذي ينظم في إطار فعاليات السباق الوطني في نسخته السابعة بمركز أنليف، والذي تنظمه جمعية إغرمان للرياضة. زينب خالي في المرتبة الثالثة، وسمية إيمار في المرتبة الثانية، ونادية كادي في الصف الأول. تصفيقات الجمهور أولا على المراتب التي حققوها.
جوائز قيمة في انتظار المتسابقين الذين حاب دخلوا في المراتب الأولى. صورة تذكارية مع الفائزين وأنادي صورة تذكارية مع الفائزات عفوا بالنسخة السابعة للسباق الوطني الذي تنظمه جمعية إغرمان صنف إناث 3 كيلومترات. أذكر أن يونس حركي دخل في الصف الثالث فئة 5 كيلومترات ذكور، محمد أفرو صنف 5 كيلومترات ذكور دخل في الصف الثاني، ياسين نعيم دخل في الصف الأول فئة 5 كيلومترات. ياسين نعيم، محمد أفرو، يونس حركي. المرجو من يونس حركي الالتحاق بالمنصة. أنادي تباعا على جمعية الواحة وجمعية الرق وجمعية تمونت. أما جمعية تمونت في المرتبة الأولى، مراسيم تسليم الشواهد والجوائز والميداليات على الفائزين من الذكور صنف 5 كيلومترات. يوسف كومالي البطل المحلي من دوار تقلب جماعة النيف دخل في الصف الأول محليا، وخصصت له جائزة فريدة من طرف الجمعية. ونادي على السيد أحمو محمد عن جمعية الرق ليسلم الشهادة والجائزة. الجمهور تشجيعات أبطال المحليين. السيد الحسن بسو أكبر المشاركين المتسابقين الذين شاركوا. بسو الحسن 57 سنة أكبر متسابق شارك في هذا السباق. تسابقات الجمهور الرياضة أترد خسيم زندية الرياضة التي تتعلم تطمين دي ريزن دي مزان دي خطر. تسابقات وتشجيعات الرياضة هي دواء، هي علاج قبل كل شيء، وهي تربية وسلوك وأخلاق. ونادي على ممثل عن جمعية التربية البدنية أطر التربية البدنية حسب تعليمات الجمعية سيقوم بتسليم الشهادة التقديرية للسيد الحسن. صورة تذكارية توكل على بحسون. تحية أركز ليمير شيان توكل عليك تمنى التوفيق إن شاء الله. شكرا. هذا يا عزيز بون جيست أونفير نو زونفون. ميرسي برافو برافو. شكرا السيد الحسن على المشاركة. جمعيات إغيل هايك الزين ألعاب القوى دوك شهر كاين جمعيات النيف استدعوا تسكر الجمعية إن شاء الله. نتمنى إن شاء الله دي زغزب ربي العمر كل شيء الجميع حتى نشارك إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. ميرسي شكرا. أنادي في الصف الثالث أنادي على السيد إبراهيم خليفة. إبراهيم خليفة الذي دخل في الصف الثالث 10 كيلومترات فليتفضل إلى البوديوم. في مسيو إبراهيم خليفة. إبراهيم خليفة من أزيلال. قبل ذلك كلمة إبراهيم خليفة. مرحبا بيس يوليف. مرحبا بيس كارك سليم البارح المشاركة لك مرة داختيني تلك الارتصامات لك الجمهور. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا نشكر الجمهور اللي تولي في كل شيء تجعد نظيم نسن سباق إدغاتيك سباق يزري إحلى نفا تشجيعات الجمهور. أرك نشكر بزاف. شكرا. الله شكرا على الواجب. راك تسخف الجو الجو ما تشوف في تيسير غير الحال غورن بارابور زيلال مد كرم مد سي حل الجو زعما سي مساعد وناردي تمارسنا الرياضه العاد والريفي. لا الجو يحلى الجو يحلى اصلا كوني ندا دار الجو يكرم بزاف ندادنا في الجو يحلى. ونشكر لجنه التنظيم بعدا راه انسين سين ونا وجان السباق راه 12 يحلى ما الصباح الا وصميت فنشكر بزاف. شكرا. نتمنى لك التوفيق في بقية المناسبات فتلتحق بالمنصه بالمرتبه الثالثه. ونادي بعد ذلك على صاحب المرتبه
الثانية السيد وليد أطلبة، وليد أطلبة الذي دخل في الصف الثاني، وليد أطلبة، وليد أطلبة من بومالندس. ياك مرحبا بومالندس، كلمة ماذا كيصدر بك على المناسبة؟ كيفاش ما يمكتو في السباق؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية أشكر لالا زهرة تايلان يعني في الطريق استقبلنا أصلا، الحمد لله أشكرها بزاف. سكمت نتا تشكر يان سميتو يان تشكر على ما بيت أشكرها بزاف بزاف. الحمد لله الناس نأنيف وجون زري عم الاستقبال تغنس الصراحة. الحمد لله أنا كي لعبة مجموعة من السباقات تسكول ستاق يا السباق الوطني السباق الدولي كلاس غادي دوزيام تروازيام كاتريام كازا دوزيام اختزنيت برومي اللي اختليوين اكادير ويسمنيا. الحمد لله السيمانات ارت بريباري يسمو ماراثون. الحمد لله قد ذكرت النتيجه ان شاء الله هذا الجو الحمد لله احلى. تشكر بزاف بزاف والناس غير سامحي كنت تشكر بزاف مره اخرى المنتمين للسباق وشكرا. شكرا السيد وليد أطلبة من بومال، تستحق المرتبة الثانية وتستحق أكثر في المناسبات القادمة. والذي على الفائز بالمرتبة الأولى السيد عبد العزيز يغزى من أزلال دائما سيتفضل مشكورا البطل أو البطل الوطني للسباق على الطريق 10 كيلومترات، سيتحفنا بكلمة في هذا الموضوع. ما تسنتش الحيط متعرب تعيش الحيط الله عزيز مرحبا بيس بعد يقولنيف. كشكر بعد جميع الذين ساهموا في إيواء واستقبال جميع المشاركين الوافدين على منطقة النيف، وهذا معروف حسن الضيافة والكرم. مرحبا بسوتيك التياضنين أين يعين هو في السباق. شكرا بزاف، تنبغي نشكر هاد الناس بزاف. اتصور خت مزيخ لانه مزيخ كليه نكين زيو زلال ارت منا اتزاين مدنا تخسل قدام اتزاين ناس شجع عندنا الرياضة لانه يتدون بزاف العدائين خصت نشكر انا تلسن السباق هذا تدسوف غن مواهب اضنين اشكو هاد غضيت يتدوسن قدام ان شاء الله. وتنبغي نشكر هاد الجمعيات هادو بحال هاد الناس اللي تيبغيو يديروا الروح الرياضي في التلاميذ بحال هكا. اذا راه نتمنى التوفيق ان شاء الله للجميع. شكرا شكرا مرحبا بك هذه المرتبه الاولى. جميع الفرق المشاركه كما أنادي مباشرة على السيد رئيس دائرة النيف لتقديم الجائزة الأولى التي فاز بها عبد العزيز إعزاء من مدينة أزلال. السيد رئيس الدائرة يسلم الجائزة الأولى للسيد عبد العزيز إعزاء من مدينة أزلال والذي دخل في الصف الأول. تصفيقات حرة للجمهور، رتبنا تشكرم تشكرم كل شيء ما يساهم ما يشارك جدا تربوت. بسم الله الرحمن الرحيم. أزول دمغناس شتي زويري سمينو ياسين نعيم سكن نقب، فايز بالرتبة الأولى في مسافة 5 كيلومتر. الحمد لله هاد المرتبة تفرحي بزاف، يعني دور دي دابان منطورة يدات 6 سنين تدريب المجهودات الناس شيرغ الحمد لله ورخية بربي الأمانة. أنا نتمنى نحقق المزيد سلو قدام إن شاء الله. أرسني مير خلو متنا يتعاون شوي المدربين وبدر ديال المعصب برت شيرغ جمعية بومالندس لألعاب القوى ناس شير يندعم خاطر بزاف. أنا دور توات شيرغا وجمعية تران نقب للرياضة دخت شيرغا وندعم خاطر مزير أرشار جمعية تاني إغرمان ألنف الرياضة نين ضمني دغن تظاهر الرياضية الممتازة الرائعة بمناسبة الاحتفال برأس السنة الأمازيغية. سيلمين باردر ونتيني أسقوس أمين أسقوس نندم قاز تدغيفون يشخش مربيس لنا دل من درحت إن شاء الله. الحمد لله السباق يجري سنة الأجواء ممتازة الحمد لله، نستطع أن نحقق توقيت إحلان الحمد لله. نتمنى أن نحقق المزيد إن شاء الله يدو إذا السباق لقدام، يعني كنا تاني مشاركة لي سباق الضغب شركة سنة 2016 حقق الرتبة الرابعة داك الحمد لله نحقق الرتبة تمزيرت الحمد لله. نتمنى نحقق المزيد ان شاء الله لقدام. الشرا دورتو الشرا الوالدين والنادي ديال الاساس دات دعم شيان ايوز نتمنى التوفيق للجميع ان شاء الله. الاسم سفيان العزيز الدادي كيتوزين حتى لي الرتبة تمزيرت في عن الصغار مسافة 1500 دات شكر السباق طيح حلا تنظيمي
إحلى كان في المستوى. نتشكر غاود المدرب السي حسن بسون نتا نيس ولا نايت بالفضل نسن نقول نايت نتا يا المدرب يا المدرب نيت نقان الله عمره دار. دا تشكر الجمعيات تغين ضمنايت جمعيات غرمانا النيف تهياس تنظيم تنظيم كان في المستوى إحلى. دا تشكر كل شيء ما يشاركني السباق. دا تمنى التوفيق إن شاء الله للجميع العدين وشكرا. السلام عليكم ورحمة الله. دوك تشارغ جمعية إغرمان النيف تشارغ الجمهور تشارغ المتسابقين تشارغ اللجنة المنظمة أيضا الحمد لله يتنا حلنا يا القدوة حلنا يا الحمد لله الشباب ولا يودين كني ولا ما يسون يتمنى إن شاء الله ياتين داون نتمنى النجاح حيث النيف أيضا السباق زعما السير مات هو أحسن سباق أحسن سباق تشارك السباقات تشارك كل شيء الحمد لله أحسن سباق هو ينظم إحلى إنقاء ولي اللي ما داكيش هو شنو لنا ديالتنا داون زعما داون زعما كل شيء أين تنوامي الجمعيات غير تنوامي يسقوا سياطنين ولا ودسي ولا ودسكا نتمنى ربي سبحانه وتعالى التوفيق إن شاء الله للجميع. تشارغ الجمعيات لا نكوني جمعيات غير الجمعيات غير لا تزيد لي ألعب القوى تشارغ العدائين العدائين على الوطنيين متسابقين مزورة ولا ويسين ولا مزورة الفئة الكبرى ولا الصغرى ولا الكتاكيت ولا البراعين دا نتشرب بزاف بزاف بزاف. والسلام عليكم ورحمة الله. دا كنت شرب بزاف. السلام عليكم. باسو الحسن باسو الحسن المدرب غيلات جمعية غيلات الزين لألعاب القوى. بسم الله الرحمن الرحيم. الاسم محمد فرو من قلعة مكونا جمعية إغليت الزين. الحمد لله حتى لغ المرتبة تسنة سباقة غنوال نيف تسنة تكالي تخسيت كير حتى لغ تسنة سكوز الليغ وين تشكر الجمعية أحلى تنظيم أحلى ورجي وردي سلين العقو وانا العراقيل تونا تشكر الجنة المنظمة. بسم الله الرحمن الرحيم. كاين سمية عبد العزيز بغزازي تمدينة نيوزيلال لزيل الأطلس. كاين العداء هذا التمارس اللي طرايل بزاف التمارس ولاني الحمد لله كلشي غلغ هذا السيارة سواء الشانتي سواء الطرايل سواء المهم الحمد لله فرحك بزاف اشوا استقبل الله بزاف هاي التمازيرت تخنون الليف كاين تمازيرت تخرج جين تكي غير اللي يدير الحمد لله يتسلم الدنيا يتفتحان يتسلم الدنيا يستقبل المتناظرين الضيوف نسان نتمنى غاد زايد نسلو قدام اي زايد نسلو قدام ان شاء الله اشكو تخدي تشجع دايد يجبد المواهب دايد السفوغ يتسن العداء ناظرين يفر ورثني السن متناظرين دايد يتفغن يوان التظاهرات يتخاتي أتمنى إن شاء الله تزين نسل قدام أرت نتشارغ بزاف نكدير المرتبة تم زياروت سباق الدخنسن الحمد لله فرح بزاف يس أشكو يان الجو إحلان يان الباركور إحلان يتسن الأجواء إحلان يزري يسن السباق الحمد لله أرت نتمنى التوفيق إن شاء الله وأرت نتمنى نعايد نفتي دي زود تسل قدام يزود بزاف في الحوايج من سبال التنظيم دوالنا تين الحمد لله كل شيء داز بخير وعلى خير أرت نتشارك بزاف أرت نتمنى التوفيق وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. إبراهيم خليفة من مدينة أزيلال من نادي أطلس أزيلال كذلك الحمد لله كانت المشاركة ديالي هذه الثالثة هذا العام في سباق 10 كيلومترات ديال آل النيف كان تظاهرة رائعة وجد ممتازة وتنبغي نشكر الجمعية ديال الإغرمان والأطرور والجمهور كامل اللي سندونا في هذا السباق هذا كان سباق زوين كانت مشاركة متنوعة من مختلف مدن المغرب وتنبغي نشكر جميع الأطر وكل شيء اللي سندونا في هذا السباق وشكرا.
الاسم سمية إمار من مدينة ورزازات. الحمد لله أول مشاركة لي في سباق ديال أنيف، وخا كان الجو قاسح بالنسبة لي، الحمد لله استطعت أنني نحصل على المرتبة الثانية من بعد المرتبة الأولى اللي استطعت تديها بنت تنغير، والحمد لله. والشكر خاص لصحاب الناس ديال أنيف اللي استضفونا أحسن استضافة، الحمد لله، والتشجيع ديالهم طيلة السباق. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، عبد الرحمن الكوش البطل والعداء العالمي في السباقات على الطريق والرمال والجبال من تنغير. أود أن أقدم تحية إجلال وإكبار للرياضي الأول محمد السادس حفظه الله، راعي الرياضة والشباب، وكذلك السيد عامل صاحب الجلالة على إقليم تنغير، وكذلك السيد قائد منطقة النيف والسلطات المحلية، وكذلك جمعية إغرمان بهذه المبادرة القيمة التي من شأنها ترفع من قمة الشباب، من قمة الرياضة، وكذلك السلوك طبعا لدى الشباب. كما أشكر أيضا رئيس الدائرة هنا في النيف، وكذلك رئيس الجماعة، وكذلك قائد المنطقة، وكذلك جميع المنتخبين والهلال الأحمر المغربي والدرك الملكي والقوة المساعدة، وكذلك المنظمين وكل الإعلاميين هنا بالنيف. والشبيبة والرياضة طبعا لها دور كبير في هذا الضوء، في هذا النطاق. كما أشكر أيضا جميع ساكنة النيف، الحضور ديالهم، النساء، الرجال، الصغار، الكبار، الشيوخ، وهذا طبعا كيشجع الرياضة وكيشجع الشباب من أجل الممارسة، لأن الرياضة أخلاق، سلوك، ومعاملات، علمتنا أشياء كثيرة. كما أشكر أيضا الصحة وكذلك التعليم هنا بالنيف، والمجتمع المدني، هيئة المجتمع المدني أيضا، وجميع المنظمين والصاهرين الممولين لهذا السباق، طبعا الممولين ماديا ومعنويا لهذا السباق. كما أشكر أيضا الأبطال المغاربة الذي أتوا ليشاركوا في هذه الطهورة الكبرى، وكذلك الرياضيين والعدائين المحليين طبعا ليكتسبوا تجربة من العدائين الآخرين المرموقين على الصعيد الوطني. اسمحوا لي إلى نسيت يعني هيئات أو أشياء أخرى. إذن أتمنى التوفيق والنجاح للجميع، وكذلك التوفيق لكل الأبطال ديالنا في المنطقة. غنية منطقة ديالنا درعا تافيلات، غنية بالأبطال والمواهب. أتمنى من المسؤولين ومن الشباب والرياضة ومن الهيئات المسؤولة أن تعير اهتمام لهذه المناطق، لأن لدينا مثلا، أنا دائما ألح على حلبة لألعاب القوى هنا في تنغير، لأنها لها دور كبير. كما تعلمون أن ألعاب القوى في المغرب في العالم تطورت وبشكل كبير، لذلك ألح على أن تكون لدينا ملاعب لألعاب القوى وكذلك لكرة القدم لتشجيع الشباب، لأن الرياضة كما قلت تنمي العقل والجسد، وكذلك تجعل الشباب لا ينحرف ليتعاطى على المخدرات وعلى الآفات التدخين وأشياء أخرى. وأتمنى التوفيق والنجاح للجميع. je veux parler un peu en français aussi à Abdirahmane Kouch, athlète international du marathon. Je félicite beaucoup l'association Igherman du sport d'Alnif pour l'organisation, et je souhaite aller aux athlètes ici de Tenerife du Maroc bonne continuation. Le sport, c'est l'esprit sain dans le corps sain. Le sport, c'est très important pour la santé et pour l'esprit de l'être humain. Donc, un message que je veux envoyer à tout le monde, à tous les jeunes, de pratiquer le sport, c'est très important. Yo hablo muy bien español, porque soy atleta, Abderrahman El Kouch, atleta internacional de las maratones. Tengo un mensaje para a los jóvenes de Marruecos que entrenando, que hacen deporte, porque es el deporte
al atletismo es muy importante para la salud y la mente sana y el cuerpo sano. Un saludo muy fuerte a la asociación Egerman del deporte del NIF. Un saludo muy fuerte y gracias a todos. شابين يعملان في قطاع النظافة ويتخذ من النظافة إلى المركز الوليف يوميا دات كزناقي دات شطاب دات سهام النظافة أرتمنى قمتنا دات نعاون أديس نطلان أتمعنا أنك وريا مصد بنادم أنك التسين تشطاب لميت الدارت أتين دارت تشتاسة شورس تشيد تبارك الله عليكم نتمنى لكم التوفيق ترتسول في المكرو مرحبا بعد لحظات سيدي إن شاء الله هذاك تجي تسول شكرا ونادي على جميع المشاركين بمزور تاع كل شيء جميع الابطال الذين دخلوا في الصف الاول والثاني والثالث المرجو الالتحاق بالمنصه لاخذ صوره جماعيه للابطال المرجو من جميع الابطال الالتحاق بالمنصه جميع الفائزين صوره تذكاريه معهم الذين شاركوا اناث او ذكور ماني كنت تيرباتيني كانت مزهوره تسنى تسكرات عندي صوره جماعيه المرجو من جميع الفائزين الالتحاق بالمنصه قصد اخذ صوره تذكاريه نتمنى جميعا وانا يشاركن وانا يوين المرتب تاع مزهوره تسنى تسكرات التشميرن نجي صوره تذكاريه Veuillez tous les participants, tous les concurrents qui ont eu les premières classes, de venir au podium dans le cadre d'une image. نشكر كل شيء ما يساهم ينجح هذا العرس الرياضي. أتمنى أن الجميع قد حضر وأنا كذلك. صورة تذكارية مع جميع المشاركين الأبطال أبطال المستقبل الذين سيرفعون الراية عاليا في المحافل الوطنية والدولية ونادي على الهلال الأحمر جميع الأطر الهلال الأحمر أن يلتحقوا بالصورة التذكارية في إطار ذلك نختتم هذا العرس الرياضي بالنشيد الوطني فابقوا معنا المرجو الوقوف في إطار النشيد الوطني النشيد الوطني ورفع رايته خفاقة وذلك تجسيدا للتوجيهات الملكة السامية الرامية إلى النهوض بالشباب والرياضة. أيها الحضور الكريم، هذه المشاركات وهذه الإنجازات ما كانت لتتحقق لولا وجود تلة من المساهمين بداية من السلطات المحلية الدرك الملكي القوات المساعدة جماعات النيف في شخص رئيسها قصبة ميتوريت فيدرالية الجمعية التنموية بأنيف فرع الهلال الأحمر المغربي بأنيف مدير دار الشباب شركة عين إفران شركة أملوكاسيون في شخص سعيد الرزوق ثم عبد السلام وخلو أوضي تاكس موقع زيزدرا في شخص هشام المربوح وكالة الأصفار والسياحة ثم أساتذة التربية البدنية ثم جمعية الرك بأنيف وعفوا بتوزا وجمعية أنيف للتيكواندو فالشكر الجزيل للجميع
وختاما أتمنى أن نكون عند حسن ظن الجميع، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.